السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا فيديو قصير مجرد حتى أسوي تعريف على المتطلبات مال البرنامج اللي هي الوذر جنريتر داتابيس. بالمناسبة هاي قناتنا، إن شاء الله تفيدكم. إذا تسوون بها سبسكرايب وتدعون زملائكم اللي يحتاجونها فعلا. احنا ما نحب انه مجرد سبسكرايب وشارك فقط، لا لا، احنا المهم توصل الفائدة العلمية للجميع. فهسه اذا نروح على احنا سابقا نوهنا بالفيديو اللي قبله انه الداتا ننزلها من ياكود، وتركت لكم مرابط التحميل الخاص بها. فمجرد بس تعريف بصورة عامة للبيانات. اول شيء يعني عادي تفتح لك فولدر خاص بك، تسميه اي اسم، انا بسميته الوذر جنريتر داتا. مجرد ما ادخل عليه سميته هذا الوذر جنريتر ديفاين حتى اعرف الوذر جنريتر المل للارك سوات، هذا اسم الفولدر. طبعا ينزل بهاي الصيغه، اللينك اللي اعطيتكم اياه ينزل بهاي الصيغه. هاي الصيغه مجرد ما تفتحها تفك الضغط عنها، تقولها هنا تفتحها، تقولها اكسترا هير، تفتحها راح تفتح لك هاي، لاحظ حتى تعرف ايش بيها، تفتح لك الدوكيومنتيشن تلقي بيها، وتلقي بيها الاكس انبوت هاي اثنين، وتلقى بيها هذا الملف فقط الوذر داتابيس. ثلاثة العفو، هاي وهاي والتيبلز، أربع عناصر تلقى بيها، أربع عناصر. شوف هسه إذا أخذ أنا هذا على حدة بس أقول له كوبي، بس حتى إنه مجرد تشوفون كم فولدر راح ينفتح بيها. هسه هنا نيو فولدر أفتحه، بس حتى هاي الملف المضغوط اسوي له بيست. لاحظ من ينفتح ايش يطلع بيه، حتى تعرف انت الملف مالتك صحيح او لا انت محمله. اقول له اكسترا هير بنفس الفولدر اللي انا سويته، لاحظ يفتح لك اربع عناصر، دوكيومنتيشن والاكس انبوت والتيبل والوذر داتابيس. هذا هو البرنامج، تمام عيني. هنا انا شو تسوي؟ تدخل على هذا المنطيه ذني هنا اكزامبل من الشركه نفسها، يعني من مصدر سوات. يعني هسه اذا ادخل اني هنا ادخل على الستيشن، هاي هنا ادخل على الستيشن، دل لاحظ هسه من اروح على البيج لاي اوت حتى تشوفون النقاط، بيج لاي اوت، واضغط هذا الشيت رايت تو ليفت، منطيني نقطتين، ستيشن كود، ستيشن نيم، ذني النقط. شنو ذني؟ انه مجرد تعريف انه شو تسوي انت حتى تمشي على الستيشنات الخاصة بيك. مجرد يعني ذني مو الا اللي تمشي عليهن الملفات، تمام؟ يعني ذني الملفات تبدلهن انت، تشتغل ملفاتك الخاصة بيك، تشتغل مثل شلون اشتغل؟ مثل اللي محاضرة البريبير اللي بدايتها بريبير وذر داتا، تمام؟ تشتغل هاي الملفات. فشو تسوي انت؟ تروح على هذا الملف الاكس انبوت اللي سويته انت، تبدله، تحط ملفاتك الخاصة بيك. بس بنفس هذا الامتداد، بنفس هاي الامور، هو يعني دي يطلب من عندك البرنامج بنفس هاي الامور، تمام؟ شوف هسه هنا الهيوميديتي اللي هو منطيها، لاحظ منطيها لهذه البيانات، هو من 79 دي يقول لك هذا ماشي على السي اف اس ار الى كذا سنه. لاحظ هسه بنقول بيج لاي اوت، بس لسنتين اللي اثنين محطات منطي، هو مجرد حتى يوضح لك الفكره لمحطتين، محطه واحد محطه اثنين. احنا ايش سوينا؟ بدلنا هذا الملف كله بعد ما اشتغلناه بمحاضرة البريبير، حطينا ملفنا الخاص بينا، هذا ملفنا الخاص بينا. لاحظ اكس انبوت هسه مثلا الستيشنات، افتح الستيشن، هو كان معطي كم اكزامبل؟ اثنين. هسه اروح على البيج لاي اوت، ممكن هاي التفاصيل الدقيقة الشخص ما ممكن يعني يجي على باله انه ما ممكن تذكريها بفيديو، لا هاي اللي ممكن احد يضيع بها وقت كلش هواي، اذا افتهمها هنا ما راح يضيع الوقت عليه. لاحظ هنا الستيشنات اللي خاصه بدراستنا 19 ستيشن، هذا اللانجتيود واللاتيتيود والاليفيشنات الخاصه بها، بينما هو هناك ايش قد مطل اكزامبل؟ اثنين. مجرد عمل توضيح حتى شلون تسوي ملفاتك، تمام؟ تجي على التمبرتشر كذلك. فانت شو تسوي؟ مو تلقائيا قبل ما تدخل بهذا البرنامج لازم تحضر الملفات الخاصة بيك وترجع للمحاضرة بالترتيب الدقيق اللي سويناه تحضر بيهم. نجي بعد ما حضرت هذا الملف الخاص بيك، تدخل على الاكس انبوت هاي اللي هنايا،
تستبدلها اللي انت سويتها مكان هاي، تمام؟ استبدلتها، يصير عندك الاستبدال هنا تام بهاي الملفات الخاصة هنا، يصير استبدال تام. فبعد ما بدلنا الاكس ان بوش فهسه راح يطلع عندنا 5 ملفات. هاي الاسي يجي شخص، لحظة حتى نكون واضحين، احنا من لحد الان طلعنا هاي، بس ورا ما نشغل البرنامج اللي هو هنا، شغل البرنامج، نروح منا قبل ما نبلش بالبرنامج ونقول له enable content، ونروح نشتغل على البرنامج هاي الخطوات اللي اخذناها بالمحاضرة الفيديو اللي قبل هذا الفيديو، تمام؟ الى ان نوصل نطبق هاي 4 خطوات، بعدين نقول له exit ونبدل. احنا شنو الغرض من هذا البرنامج بالاساس كله؟ الغرض من عنده انه اني اعرف الاركسوات للوذر داتابيس. يعني شلون اعرف الاركسوات الاصلي اللي عندي انا منصب بسي على بياناتي، تمام؟ فشلون اعرف على بياناتي؟ لازم اني اسوي هاي الخطوات كلها، وبالنهايه راح يصدر لي هو ملف، يصير هذا الملف اند. مجرد انا بس توضيحي، اروح على هذا الملف، يصير هذا الملف يولد لي بعدين بصيغه اكسل، ونسوي له كوبي نفس تيش المحاضره بالنهايه. فاثناء ما اسوي الخطوات الاولى الخاصه بالبرنامج، من اسوي انطي البيانات، راح يولد لي هاي الملفات. هي بالاصل ما موجوده، من افتح الضغط هنا ما موجودات، بس هنا من بعد ما اولد هذا راح يتولدن، تصير فولدرات خاصه به. كل فولدر من تضغط عليه يعطيك الستيشنات الخاصة بمنطقة دراستك. هسه كم ستيشن عندي؟ 19. وبعدين يجمعهن ملف واحد، بعدين يجمعهن هنا، انت ايش تاخذ الملف الواحد، تمام؟ يعني انت من راح تستدعي هذا الملف الواحد، هذا ستيشن هيوميديتي، ما تستدعي ذني كلهن، لا، لان انت بعدين من راح تدخل على الخطوة اللي بعدها راح نمشي على هاي الجدد، هذني هن اللي يفيدنا. وبالمناسبة البرنامج هذا الاركسوات هنا، من ادخل على هاي الخطوه واقول له استدعي لي الوذر ستيشن، اريدهن بصيغه التكست، فهي هاي الصيغه اللي حضر لك اياها البرنامج هنا، سويناها هنا، يحضر لك اياها الخمس عناصر مناخيه كتكست، تمام؟ زين، احد يجي شخص يقول لي ست اني ممكن اعاني بهاي المشكله انه الاسم كذا، تقدر تنزل من هسه البرنامج عادي نورمال وتحضر بياناتك به، بس تستخدم اللي انت تحضرهن، يعني ما يصير تستخدم اللي البرنامج مقترحين عليك، يعني لازم انت هذا البرنامج من يفتح لك ذني، طبعا الدوكيومنتيشن تدخل عليه راح يعطيك الجايد لاين. الجايد لاين ممكن نوعا ما الكتابه السوفت ما راح توضح مثل الفيديو، فهذا يعطيك السوار وذر داتابيس، هذا جايد لاين تستفاد من عنده، تمشي على الخطوات، تقريبا كلش راح يفيدك، يحكي لك عن البيانات وكذا، احنا وضحنا هذا الحكي كله، كنا احنا موضحين على شكل فيديوهات، فيحكي لك عن البرنامج، شلون تنصبه، شلون كذا، ايش تشتغل، غير هاي الامور، فهذا جايد لاين، يضم هاي اول خطوه. نرجع للفولدر. الفولدر، هذا فيرجنز، يعني مجرد امتداد ما لكم علاقه به، خلصنا من الدوكيومنتيشن. نجي على الاكس انبوت اللي هن 5 عناصر مناخيه مع الستيشنات صارن 6. هن اذا تعدلهن انت الستيشنات على محطاتك الخاصه بمنطقه الدراسه، ولازم تتضمن 3 امور، اللي هو الستيشن، ستيشن نيم، ستيشن كود. هذا اللي شوف، لاحظ هذني الاصل مالت من يعطيك اياهن البرنامج كاكزامبل، انت ما تمشي عليهن، وانما على شنو تمشي؟ تمشي على اللي انت تشتغلهن، تمام؟ تمشي غلطة على هاي البيانات الاصليه وتسوي الداتا الخاصه بيك. فالبرنامج او الملف هذا من تحمله راح يسهل عليك المهمه هواي. حتسال شلون يسهل علي المهمه؟ لان هو مسوي لك الفولدرات جاهزه، ده يقول لك انه انت رتب لي التمبرتشر بهاي الصيغه، لان هو مطيك اكزامبل ابو مثلا ابو 2 ستيشنات، انت مجرد تشيل الاشياء اللي خاصه بي، تخلي لي خاصه بك الداتا، هو مبلش مثلا 1/1/1979، انت من يا سنه تبلش الى كذا سنه، الستيشنات تمشي ستيشن ستيشن، مثلا انت عندك 7 ستيشنات تمشي للواحد من الى كذا، دور الاثنين وتعيد نفس السنوات الثلاثه الى ان توصل 7 ستيشنات، هو شو مسوي لك؟ مشي لك هاي الخطوات كلها على 2 ستيشنات كاكزامبل، تمام؟ بعدين ينتقل للخطوه اللي بعدها مثلا، وهكذا. يعني هو هذا الفولدر اللي هو اكس انبوت تقدر انت ترتبه تشتغل عليه ملفاتك. التيبل الثالث هذا مجرد يضم لك هذا الوضع اللي هو نفس البرنامج، يضم لك البرنامج، تمام عيني؟
فهو احنا شو نريد بالاصل من هذا البرنامج كله؟ وها نريد نعرف الارك سوات. يعني شنو الارك سوات؟ نريد نعرف برنامجنا الاصلي الامتداد مالته الداتا بيس. هذا البرنامج هاي احنا بالمناسبه قلنا ذن الملفات ينخلقن بعد ما نسوي هاي الخطوات. طيب ذن الملفات اللي هن خمس عناصر مناخيه مع الاستيشنات صارن ستة. احنا هسه نحكي كم عناصر مناخيه، هاي 1 2 3 4 5 كعناصر مناخيه. هسه احنا اذا هنا هذا الملف هو ما يطلب استيشنات من عندك، البرنامج يطلب من عندك عناصر مناخيه فقط. هاي هنا لان الاستيشنات راح تحرفهم. هاي لاحظ هنا مجرد ما ادخل انا هنا هاي الوذر ستيشن، لاحظ كم بس خمس عناصر مناخيه، يريد من عندك العناصر المناخيه. فهسه انت شو تسوي؟ احنا شنو الغرض من هذا البرنامج؟ قلنا ذني ينشئ الخمس العناصر المناخيه 1 2 3 4 5 تيبلز، هذا ضمن الاصليات اصلا من تفتح يعني ضغط البرنامج وترجع لهذا. نريد احنا نعرف الارك سوات الاصلي اللي هو بالسي، نروح على السوات، نروح على الارك سوات هذا الداتا بيس نريد نعرفه، ندخل على هذا السوات 2012 ننطي بياناتنا الأصلية حتى البرنامج هذا يعرفها، ما يواجه بها مشكلة، ما ينطيك إرر. إذا ما معرفها راح ينطيك إرر وما يكمل البرنامج. فهذا هو الغرض من عنده، أريد نعرف هاي الخطوة. لاحظ هاي الخطوة أنت تهمك اللي هي Weather Generator User، هي هاي الخطوة اللي تهمك بالتعريف تضغط عليها. لاحظ هسه احنا منعرفناها على ذاك الفيديو اللي سويناه، تلاحظ هنا، لاحظ هاي البيانات جبناها هنا. بما انه اخذ استقبل بيانات، هسه اني اقدر بكل سلاسه وبسهوله اروح افتح هذا البرنامج واشتغل عليه واكمل الرايت انبوت تيبل، تمام من هنا. طيب احنا خلينا نرجع على خطوه واحده حتى نفهمها ايضا تكون واضحه للجميع. هاي نغلقها، نغلق الارك سوات هنا البرنامج، نروح على الدي. مجرد توضيح، طبعا هذا الفيديو ممكن يعني هو ما له داعي، بس انا بس ردت اوضح بيه حتى ما تتشتت المعلومات بصوره عامه، يصير يعني كبس للمعلومات وتنفهم من كل المجالات. فحاليا هسه اذا نروح احنا للبيانات، من ادخل انا هسه تقريبا مثل ما قلنا كملناها، من ادخل انا هنا للبرنامج ان شاء الله هو الفيديو القادم هو راح يكون مجرد بس تنويه بسيط. من راح ادخل على الوذر ستيشن، من اختار البيانات اقول الرينفول وانطي مثلا الرينفول جيج واستدعي الملف، يا ملف استدعي. لاحظ هسه انا ايش اريد؟ لاحظ رينفول، فامشي هسه انا على الدي وانا مخزن البيانات، اروح لها هنايا، هنايا البيانات هنايا، بس شوية وقت، هاي تمام عيني، هاي البيانات هنا الاكس انبوت، هنا انا اكسلات ما تفيدني، انا اريدها شنو؟ صيغة التكست اريدها. انا ايش قلت هسه رينفول اللي هو البوسبتش، ضغطت هنا اللي انشئ لي اياه البرنامج. لاحظ سوى لي البرنامج، قسم لي الستيشنات الى 19 ستيشن. طيب انا ما اقدر ادخل ستيشن ستيشن، ادخل هذا الكلي. لاحظ هذا الكلي هو الاخير اللي يفيدك. فانا اللي اريد اقصده من هذا الكلام كله انه انت تلقائيا من حتروح لهنا لهاي البيانات الموجوده عندك، تلقائيا راح تشفي انه على اي يعني ملف تضغط عليه راح يعطيك 19 ستيشن وبعدين يعطيك واحد مجموع بهن كلهن، انت تروح على هذا المجموع بهن كلهن، تمام؟ فضروري ضروري ضروري استخدام هذا البرنامج اللي هو هذا البرنامج هذا، مجرد حتى نضغط عليه يبين هذا البرنامج. ضروري جدا هذا الارك سوات ما يشتغل اللي هو الخاص بالوذر جنريتر داتا، ما يشتغل، لا تدخل به اصلا نهائيا اذا انت ما مشتغل بهذا البرنامج، محضر البيانات والا تشتغل بهذا البرنامج. فضروري جدا تكمل هذه الاربعه مطالب. وطبعا هسه احد يجي يسالني ست هاي الملفات الخمسه الفولدرات احنا كان ما موجودات، شلون نشأن هذا الفولدر هذا الفولدر هذا الفولدر وهذا وهذا خمس عناصر مناخيه؟ نشأن من هذا، من هذا، من المانج وذر داتابيس، راح يخلق لك اياهم على شكل تكستات.
هذا الخيار الثاني. وهذا الخيار الثالث شو يولد لي ست؟ هذا الخيار الثالث، هذا شو يولد لي؟ هذا الخيار الثالث هنا راح انطي كملف اني يولد لي اياه بعدين بالنهايه كملف اكسل، هذني السوات وذر داتابيس ستاتستيكال راح يولد لي هذا الملف. هذا الملف هو اللي بعد ما اعدل السنوات مالته، طبعا الخطا الوحيد هذا الملف بعد ما يصدر ممكن يكون به هو فقط السنوات، فقط السنوات اللي هو هذا الفايل، هذا فقط السنوات. فاذا هنا يعني دائما نعطيهن 10 هو بالاحرى، فاذا انت سنواتك 10 نو بروبلم، اذا اكثر من 10 او اقل من 10 لازم تنطي هذا الرينج تغيره. بعد ما تغيره تسلك هذا كله وتروح تنسخه وين؟ بالسوات داتا بيس الموجود بالسي، تمام؟ فهو هذا يعني الفيديو ان شاء الله راح يكون مجرد فيديو تعريفي عن البرنامج. فهذا البرنامج جدا ضروري اللي هو اسمه سوات وذر داتا بيس، وعرفني منين الحمله واللينك مالته ويجيني على شكل مضغوط وافتحها وشنو الملفات الموجوده بي. هذا مجرد فيديو تعريفي حتى ما تكون المعلومات عندك يعني بين هاو تو بريبير وشو الفرق بين هذا البرنامج وليش استخدمه وهل هو ضروري ام لا. اي نعم ضروري جدا. ما تدخل لهذا الفولدر والارك سوات وتدخل للرايت انبوت تيبل اذا ما انت مشتغل بذاك البرنامج مثل ما تعلمناه بالفيديو السابق. التقيكم ان شاء الله بمحاضرات قادمه او بالمحاضره القادمه اللي هي الخاصه بالوذر داتا ديفينيشن. دمتم بامان الله وحفظوا. اي سؤال او استفسار راسلونا على القناه بكومنت او تقدرون تراسلونا على الايميل الخاص بالقناه. شكرا جزيلا.